خلينا نروح سريعا لاخبار المحافظات. فاسوان تم تخصيص 10 مراكز تكنولوجيه من اجل تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء. اما في جامعه المنيا فتم اطلاق حمله للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة لطلاب الجامعة. كمان في كفر الشيخ تم فحص 1972 رأس ماشية في قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة. وفي الشرقية تم تنظيم بطولة الجمهورية للقوى البدنية في الصالة المغطاة بالزقازيق. خلينا نتابع. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أكدت المحافظة أن إجمالي عدد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 بمدينة منوف بلغ 11 مشروع خدمي وتنموي بقيمة استثمارية تجاوزت 63 مليون و 324 ألف جنيه. وبيتم العمل على المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات والعمل على تذليل كل العقبات وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للجداول الزمنية المقررة. فأسوان أكدت المحافظة أنه تم الاستعداد والجاهزية الكاملة بالمراكز التكنولوجية بمختلف مدن ومراكز المحافظة بواقع 10 مراكز لاستقبال المواطنين وتلقي طلبات التصالح بدءاً من غداً الثلاثاء الموافق 7 مايو الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات وتيسير الإجراءات على المواطنين، وبما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن. في جامعة المنيا تم إطلاق حملة للكشف على طلاب الجامعة والتشخيص المبكر عن الأمراض المزمنة كأمراض السكر والضغط وأمراض السمنة، حرصاً على صحة جميع الطلاب وإيماناً بأهميتها في تحقيق التنمية البشرية والمجتمعية. في الأقصر شهدت رحلات البالون الطائر تحقيق أعلى معدلات تحليق في الموسم الصيفي، وخرجت أكثر من 140 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالي 2500 سائح من حول العالم على مدار يومين السبت والحد، وسط أجواء مميزة من البهجة والفرحة بين السياح بالبر الغربي. في كفر الشيخ شهدت قرية صندلة التابعة لمركز كفر الشيخ تنظيم قافلة بيطرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان. وتمكنت القافلة من إجراء الكشف البيطري على 1972 حالة من الماشية والطيور. في الدقهلية أعلنت مديرية التموين ارتفاع معدل توريد القمح في 37 موقع تخزيني على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة توريد القمح نحو 46% من المتوقع توريده هذا العام بالمحافظة، مع استمرار عمل غرفة عمليات بمديرية التموين لمتابعة موسم القمح حصاد 2024 وتذليل أي معوقات لهذا الموسم بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية والجهات المشاركة. في الشرقية انطلقت بطولة الجمهورية للقوى البدنية وأيضاً تجارب المنتخب المصري للقوى البدنية في الصالة المغطاة بالزقازيق بالتنسيق مع الاتحاد المصري للقوى، وأقيمت فعاليات البطولة بمشاركة 20 هيئة رياضية وشبابية على مستوى محافظة الشرقية بإجمالي 101 لاعب، وده وسط تشجيع كبير من الجماهير وتأهل اللاعبين السيد صبري وإسلام صبري لبطولة أوروبا المقامة في دولة فنلندا.